خوتي خواتاتي السلام عليكم الزولف الاول مي دو مي سوبونجور شكرا تكونوا كاع بخير نقول لي مازال ما اشتركوش قناه اشتركوا في القناه تاعي و على على الجرس هكذا يجيهم منبه كي تكون فيديو جديده جو دي سوكس 100 بروكارابوني كي صابونا ماشي يعني اذاكتيف لا نوتيفيكاسيون فيديو نقولكم ديونا جايان بارطاجيو لا فيديو ديونا كومونتير باش ان لا فيديو في المقدمه و تعمل الفائده على الجميع نقولكم دعموا هذه القناه القناه باش بالاشتراك فيها باش تستمر في البيت ونشكركم كثيرا فهذه لا فيديو على الجولة الخامسة للبطولة الجزائر لكرة القدم الرابطة الأولى المباراة التي لعبت اليوم وأصفت عن نتائج تالية فريق نجم قرا انهزم في عقود من فريق شبيبة صورة 2-0 فارق سارع غليزا انهزم في عقد داريا من فارق مدة الجزائر واحد صفر، فارق بارادو فاز على فارق شباب أهل برج باريريو ثلاثة اثنين، فارق شباب تسكيكدا انهزم في عقد داريا من فارق جمعة شيلف اربعة واحد. فارق شباب قسنطينة السياسي فاز على فريق اتحاد العاصمة 2-1 فريق اتحاد بالعباس تعادل من فريق مدية وهران 1-1 ويدات واحد. تعادل من فريق اتحاد بسكرات 0-0 أما المقابلات نصر حسن دير ضد فريق وفاق سطيف وشباب القبائل ضد فريق جمعية عمّيلة وفريق أولمبيك ضد فريق شباب رياضي لبوزداد وجدت هذه المقابلات لأن هذه الفرق لأن فريق فريق وفاق سطيف وفريق شباب ستيف وفرق شباب القبائل وفريق شباب رياضي لبوزداد يشاركان يشارك في كأس إفريقيا نعطيكم جدول الترتيب في المرتبة الأولى فريق شبة صورة ب11 نقطة, .حدش نقطة. في المرتبة الثانية وفاق الصيف عنده عشر نقاط وعنده اربع مقابلات، في المرتبة الثالثة فلك منتدى الجزائر عندهم عشر نقاط وعندهم اربع مقابلات، المرتبة الرابعة جمعية عميلة عندهم ثمان 8, 8 نقاط وعندهم اربع مقابلات، المرتبة الخامسة فارق شباب الرياضي رياضي بوزداد عنده سبع نقاط وعنده تت مقابلات، المرتبة السادسة تف... المرتبة السادسة عفوا فارق بارادو عنده سبع سبع نقاط وعنده خمس مقابلات، المرتبة السابعة جمعية شلف عنده عندها سبع نقاط. خمسة مقابلات نقول هذه لا فيديو خلاصت نعطيكم في موعد في الفيديو فيديو القادمة جودي كوست فيديو على تيرمين جود ونروندي والبروشان فيديو نقول السلام عليكم